خلال تفقده لأعمال تطوير ميناء الإسكندرية، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تسعى لامتلاك مقومات اقتصادية حقيقية. وزير الخارجية يؤكد أن مصر لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع بوروندي. الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن المسار الديمقراطي في بلاده سوف يتواصل وفقا لإرادة الشعب. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اهتمام بالغ توليه الدولة لتطوير الموانئ على البحرين المتوسط والأحمر. الرئيس السيسي تفقد تنفيذ أكبر خطة لتطوير وتحديث أرصفة أقدم موانئ مصر وهو ميناء الإسكندرية. هذا الخبر والمزيد في سياق هذه النشرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانئ، لافتا إلى أن الأموال التي تنفق تعود مجددا إلى المصريين. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية أن الدولة تقوم بتنفيذ مشاريعها بنفسها وتعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشاريع الجديدة حتى تكون هذه المشاريع ملكا للدولة. تطوير ميناء الإسكندرية وميناء السخنة وأقول لينا في مصر، للناس في مصر وللحكومة حتى، على مدى سنين طويلة فاتت كان لما نيجي نتكلم على مشاريع زي كده نطلب مستثمرين، مش كده يا كابتن؟ زي ميناء دمياط وميناء ومواني أخرى كثيرة جدا، نقول إيه تعالى خشوا اعملوا المشروع عشان نطور الميناء. طيب، وده مسار الدولة مشيت فيه قبل كده وقعدت، فإحنا بنقيم دايما المسار اللي إحنا اللي كان موجود قبل كده حتى او اللي احنا ممكن نمشي فيه. فكان كل الكلام دايما يقول لك شوفوا حد يجي يعمل الكلام ده ويديره ويشغله، مش كده يا دكتور مصطفى؟ طيب احنا دلوقتي ما بنعملش كده، احنا بنعمل ايه يا كامل؟ احنا فن بننشئ. لا لا، تعمل لي حلولك ما تنساهوش. تمام، احنا بنعمل حاجتنا. تمام، احنا بنعمل ايه حاجتنا؟ احنا نعمل حاجتنا بفلوسنا، يتكلف 10 20 30 زي ما يتكلف، انما بتاع مين؟ بتاعنا. طب احنا عايزين المستثمرين معانا؟ طبعا طبعا. عايزين المشغلين معانا يا دكتور مصطفى؟ ما عندناش مشكله. واكد الرئيس السيسي ان الدوله حريصه على تسهيل وتذليل جميع العقبات التي تعترض المشروعات التنمويه واتاحه الفرصه للمستثمرين. ورحب الرئيس السيسي باي عروض من جانب المستثمرين، حيث لا يمكن الاستغناء عن دور المستثمرين في عمليه تطوير وانشاء المشروعات الجاريه على مستوى الجمهوريه. هدف ان احنا ننمي مصر وندي فرص تشغيل وندي ونحط مصر على الخريطة الحقيقية لقدراتها الحقيقية في البحر الأحمر والمتوسط. وبالتالي النهاردة لما يجي يتقال في ميناء زي السخنة أو اسكندرية أو غيره أو دمياط، احنا جاهزين ان احنا نقدم، خلص حاجتنا خلصناه ونفضل هقدم عروضك، ويبقى اللي هيقدم عرض كويس عن ايه؟ هناخده. انا حبيت اقول الكلام ده لكم للمصريين عشان مش عشان تنتبهوا ليه، لا، عشان تعرفوا ان احنا بقول في مسار مختلف عما كان. كما اكد الرئيس السيسي ان الدوله لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف الى امتلاك مقومات اقتصاديه حقيقيه والاستفاده من موقعها الجغرافي، مشيرا الى ان الدوله تعتمد على انجاز المشروعات بدقه وباقل تكلفه. الدوله لها مسار مختلف عما كان،
الهدف منها ان هي تمتلك قدره حقيقيه ومقومات اقتصاد حقيقيه، والنهارده تستفيد من موقعها. واحنا الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا واحنا بنعمل مجموعه الموانئ على البحر الاحمر، مجموعه الموانئ على البحر المتوسط، ثم شبكه طرق، لان الكلام يعني لو كمل كمل كلامه يعني بالتفصيل اكتر هنا هيتكلم على الطريق اللي بيعمله غرب الميناء، مش كده؟ محور التعمير ايضا يعني كم حاره من دلوقتي احنا شغالين فيه، لما قلنا ناخد الردم ونحطه في الطريق ده، لا عشان يبقى الموضوع ايه ده وده وده خلص. ما اقولش يعمل للمستثمر وبعدين اقول له احنا بقى نعمل لك طريق والدوله ما تقدرش ايه تنفذه. لا 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 لا، احنا دلوقتي كل اللي بنقول عليه بننفذه ايه بايدينا وزياده. تمام، وزياده كمان. كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل بحلول مارس 2022. فإحنا عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءاتنا سواء في الضرائب أو في الجمارك، وكان اتفقنا مع الدكتور محمد والحكومة الدكتور مصطفى أن مارس 22 ده آخر خط لكل الإجراءات، مش كده؟ إن شاء الله. يعني بس يعني لا لا بتقولها كده، احنا متفقين مارس 22 كل البرامج شغالة وإن شاء الله حاضر. يبقى مارس 22 احنا متفقين على ده. أنا بقول الكلام ده للناس في مصر عشان الشركات والناس المعنية بالعمل ده تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللي احنا بنعملها، اللي الهدف منها أول حاجة تسهيل عملكم وتسهيل إجراءاتكم. الحاجة الثانية إنك أنت يبقى في قدر ضخم جدا إن ما كانش كامل من الشفافية في الاداء، ما تبقاش انت بتقول انا بخش بخلص مصالحي بشكل مش مريح. كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم السماح بدخول اي بضائع الى مصر الا وفقا للمعايير الاوروبيه، وانه لن يتم استيراد بضائع دون المستوى، وذلك حرصا على توفير كافه احتياجات المواطنين وباعلى جوده عالميه. لا نسمح بدخول اي بضائع لمصر إلا تبقى للمعايير الأوروبية. إحنا مش هنقبل إن يخش مصر حاجة للناس كده، مش كده ولا إيه؟ مش هنقبل إن حاجة تخش أي حد يستورد أي حاجة يبيعها للناس تشتغل لمدة أسبوع اتنين تلاتة شهر وتترمي. لا، إحنا هندخل كل البضائع اللي هتخش البلد دي تبقى للمعايير زي ما الدول المحترمة بتشتغل. حاجتنا من شركات محترمة عشان الناس اللي في مصر تشتري وهي مطمنة ان الحاجة اللي موجودة دي. ومش هنسمح، وانا بقولها بوضوح، مش هنسمح لأي مستورد ان يجيب اي حاجة. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملية التطوير في مرافق ميناء الإسكندرية البحرية، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة. كما تفقد الرئيس السيسي متحف ميناء الإسكندرية البحري والقاعة التاريخية بالميناء، واستمع لشرح مفصل حول المتحف منذ أسرة محمد علي باشا قبل إعادة البناء والتحديث الشامل في عهدي الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، وخطة التطوير الحديثة حتى عام 2024. وعلى هامش افتتاح سيادته لعمليات التطوير في ميناء الإسكندرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجديدة. وخلال متابعته لاصطفاف عربات قطارات المونوريل وعربات المترو بميناء الإسكندرية، شدد أيضا الرئيس السيسي على أهمية العمل الجاد في إنجاز المشروعات الجديدة. واستمع السيد الرئيس لشرح مفصل حول عمل الجرارات والقطارات الجديدة التي تعمل بطاقة نظيفة وصديقة للبيئة لتدخل خدمة فور انتهاء أعمال الإنشاءات والمشروعات الجاري تنفيذها بطرق المدن الجديدة. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم منطقة جونة البترول بميناء الإسكندرية البحري، وذلك للاطلاع على أعمال التطوير الخاصة بها. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من وزير البترول طارق الملا حول معدلات تطوير الموانئ في مصر، والتي من بينها 6 موانئ في البحر المتوسط ومثيلتها في خليج السويس في البحر الأحمر، وذلك في إطار خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز. وللمزيد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد علي إبراهيم العميد الأسبق لكلية النقل واللوجستيات. أهلا بك دكتور بداية. أهلا وسهلا بحضرتك. إذا الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال تفقده لأعمال تطوير ميناء الإسكندرية أن الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانئ، كيف ترى ذلك؟
والحقيقه ده بيعتمد على القدرات المصريه، وده بيفتح افاق لفرص عمل كتير للشباب وللشركات المقاولات الموجوده في مصر، ومعناه ان العوائد اللي بتتم في والتطوير اللي بيتم في مصر بيتصرف على داخل الاقتصاد المصري، ما بتتصرفش للخارج، لان استعدادنا بشركات خارجيه معناها ان مقدراتنا بتطلع للخارج، يعني كل العوائد بتاعتنا بتنساب لاقتصاد خارجي. لكن بهذه الطريقه احنا الفلوس كلها بتدور جوه نفس المجتمع، ويبقى القيمه المضافه لعائد على اولاد مصر، وبالتالي ده يعني حاجه جميله جدا للشعب المصري وتخلق فرص عمل طيبه. صحيح. طيب ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أكد على حرصه على تذليل جميع العقبات لجذب المزيد من المستثمرين إلى مصر. كيف ترى ذلك دكتور؟ والحقيقة طبعا احنا مطلوب ان مع الحجم الكبير من الاستثمارات ده نحتاج لوجود مستثمرين أجانب، ولابد ان احنا نسهل إجراءات الاستثمار ونحسن مناخ الاستثمار حتى نتمكن من جذب الاستثمارات تمكن بدلا من الاقتراض، نستطيع ان احنا نشرك معانا مستثمرين أجانب، وبالتالي ده ممكن يعود على الاقتصاد المصري بالنفس ويجنب البلاد مخاطر الإسراف في المديونية. صحيح. نشكرك أيضا شكرا جزيلا دكتور محمد علي إبراهيم العميد الأسبق لكلية النقل واللوجستيات، كنت معنا في نشرة التاسعة، شكرا جزيلا لك. احنا نعمل حاجتنا بفلوسنا. طب احنا عايزين المستثمرين معانا؟ طبعا عايزين المشغلين معانا، ما عندناش مشكله. احنا بنتكلم على دوله بتتكلم زي ما الدول المتقدمه في مجال التجاره، عشان لا نسمح بدخول اي بضائع لمصر الا طبقا للمعايير الاوروبيه. الهدف ان احنا نحط مصر على الخريطه الحقيقيه لقدراتها الحقيقيه في البحر الاحمر والمتوسط. هم ده المستقبل بتاع مصر، واحنا بنحط يعني نعمل خطوه وانتوا هتكملوا المسيره كلها. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار وتهريب وترويج المواد المخدرة والتي تستهدف الإضرار بشباب واقتصاد الوطن، وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر أغسطس من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في هذا الإطار. تسهم الضربات المؤثرة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية للقائمين على جلب وترويج المواد المخدرة في تجفيف منابع ومصادر تلك المواد وقطع الطريق أمام محاولات إغراق البلاد بتلك السموم القاتلة، وهو ما تؤكده نتائج الجهود المبذولة في هذا الإطار على مدى شهر، فقد تم ضبط 6021 قاضية إتجار في المواد المخدرة ب6546 متهماً بحوزتهم قرابة طن ونصف من مخدر البانجو،
ونحو طن من مخدر الحشيش وما يقارب 130 كيلوغرام من مخدر الهيروين، كذا ضبط نحو 100 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وأكثر من 80 كيلوغرام من مخدرات الآيس والفودو والأفيون والقات والقنب. أما على صعيد الأقراص المخدرة، تم ضبط أكثر من 5,200,000 قرص كبتاجون مخدر، وما يزيد على 200,000 قرص مخدر لعقار الترامادول، وقرابة 80,000 قرص وطابع LSD مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 393 مليون جنيه. وعلى صعيد مواجهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، تم ضبط 3 قضايا غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه. كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية وخلال شهر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. وسوف تتواصل الجهود الأمنية ومعها تتوالى النتائج الإيجابية من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع وبما يجنب أعضاءه الوقوع في براثن الإدمان ويحافظ على الاقتصاد من الآثار السلبية الناتجة عن الإتجار بتلك السموم القاتلة. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية، مضيفا أن المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة. وخلال كلمته في مسال أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، شدد جبالي على أن مصر حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة وضمان مشاركة آمنة لها في الحياة العامة. وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته أن الدولة آلت على نفسها أن تحقق تمكينا حقيقيا وجوهريا للمرأة المصرية بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية. استقبل المستشار حمادة الصاوي النائب العام نظيره السوداني المستشار مبارك محمود عثمان وسفير السودان لدى مصر محمد إلياس الحاج ووفدا رفيع المستوى من قادة وأعضاء النيابة العامة السودانية، وذلك في حضور وفد مماثل من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة. وأعرب المستشار حمادة الصاوي عن تطلعه لتعزيز التعاون المثمر بين النيابتين المصرية والسودانية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة. طالما كانت مصر والسودان أبناء وادي النيل العظيم أمة واحدة وشعبا واحد، فلقد تقاسموا على مدار التاريخ مصالحهم وتطلعاتهم المشتركة، وحرص كل جانب على الآخر في أخوة حقيقية وعطاء صادق بعيداً عن الشعارات المزيفة والإدعاءات الكاذبة. واستكمالاً لمسيرة هذا العطاء، فإني أتطلع مع حضراتكم إلى تعزيز التعاون المثمر بين النيابتين المصرية والسودانية، سواء كان في صورة مذكرة التفاهم الموقعة بيننا اليوم أو سلفاً، أم في أي صورة من صور التعاون القضائي. بمجرد ما تم اختياري صراحة غفز تفكيري لمصر حقيقة. يعني لماذا غفز تفكيري لمصر؟ غفز تفكيري لمصر يمكن لسببين. السبب الأول لتجربة مصر وثقلها القانوني سواء كان في الوطن العربي أو في القارة الأفريقية، هذه حقيقة يعني ما فيها خلاف، ولا في اثنين يعني يقدر يقولوا مصر ما هي النظام القانوني الغوي تاريخ وممارسة سواء في الوطن العربي أو في القارة الأفريقية، وهي أقرب للسودان. ده السبب الأول، أقرب للسودان وجدانيا في المزاج، في الكيمياء، في التاريخ، في الجغرافيا. ده سبب أول. السبب الثاني، أنا بفتكر أنه أنا طبعاً
درست في الجامعات المصرية، وبفتكر علماء مصر وأساتذتها يمكن برضو شكلوا يعني أو لعبوا دور كبير جدا في تشكيل وجداني القانوني. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن جلسة المباحثات مع ناظري بروندي تناولت كافة أبعاد العلاقات بين البلدين وكيفية تفعيل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين البلدين. وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال يضم رجال أعمال من الجانبين لدفع العلاقات الاقتصادية، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع بروندي. نحن نسعى دائما لتوسيع نطاق التعاون، استكشاف مجالات جديدة سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص المصري، اللي أبدى خلال السنوات الماضية اهتمام بالتوجه للاستفادة وإفادة الشعب البروندي في إطار التشييد والبناء، في إطار الرعاية الصحية، في إطار التنسيق الأمني، وأيضا في إطار توسيع حركة التجارة فيما بين البلدين. وبالتأكيد أنه علينا أننا نبذل مزيد من الجهد في إطار العلاقات الوثيقة والتفاهم المتبادل بأن نوسع نطاق ورقعة التعاون فيما بيننا. ومصر لها إرادة سياسية قوية لاستمرار هذه العلاقة والارتقاء بها نظرا لما نراه من رؤية مشتركة وتفاهم متبادل ودعم متبادل فيما بين البلدين والحكومتين. من جانبه أضاف وزير الخارجية البروندي ألبرت شينجيرو أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الأممي، ووجه وزير الخارجية البروندي الشكر لمصر على ما قام به لدعم بلاده أثناء فترة توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي. تناولنا تعزيز التعاون فيما بين بوروندي ومصر على مستوى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف وفي نيروبي، حتى نعمل على تنسيق أعمالنا وأنشطتنا بغية الدفاع عن مصالحنا المشتركة والقيم. واغتنمنا هذه الفرصة حتى نتوجه بالشكر إلى مصر على الدور الذي اطلعت به عندما كانت عضو في مجلس الأمن في الأمم المتحدة لأجل تقديم الدعم لبوروندي. أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت عن اتخاذ تدابير إجرائية لعدم تزوير الانتخابات العراقية المقبلة. وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي إن الأمم المتحدة تدعم الحكومة العراقية في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، مشيرة إلى أن المنظمة الأممية مستمرة بدعم العراق في الشأن الانتخابي وسوف تواصل تقديم المشورة مع المفوضية. الأمم المتحدة تعتقد أن انتخابات أكتوبر لديها القدرة على أن تكون مختلفة عن انتخابات عام 2018، ولكن علينا أيضاً أن نؤكد أن بغض النظر عن عدد الإجراءات الفنية التي يتم وضعها، فإن الأمر متروك للقوى السياسية والمرشحين على الامتناع عن أي محاولات لفرض أو تشويه نتائج الانتخابات، والأمر متروك لهم لوقف شراء الولاءات وقمع الناخبين وأي عمل غير قانوني آخر. وإلى تونس، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه خلافا لما يتم الترويج له من ادعاءات خاطئة، فإن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 من يوليو الماضي تندرج في إطار الدستور. تصريحات سعيد جاءت خلال استقباله وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينديس بقصر قرطاج الرئاسي. وشدد سعيد على أن المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد. من جانبه أشار وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينديس إلى أن اليونان تقف إلى جانب تونس وتقدر مساندة الشعب التونسي لرئيسهم في مجهوداته من أجل استقرار الديمقراطية. يتوجه المغاربة صباح غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية لاختيار حكومة جديدة لمدة 5 سنوات مقبلة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في المغرب نحو 18 مليون ناخب من أصل نحو 36 مليون نسمة، والمزيد في سياق الاستعراض التالي مع الزميلة رغدة أبو ليلى. أهلا بكم. المملكة المغربية على موعد مع استحقاق انتخابي يختار الشعب من خلاله ممثليه تحت قبة البرلمان ويحقق آماله في الحكومة الجديدة. إنها الانتخابات التشريعية والبلدية المحددة في 8 سبتمبر، انتخابات هي ثالثة من نوعها في ظل الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد محطتين، الأولى كانت عام 2012 والثانية عام 2016 والخامسة من نوعها في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس. بالأرقام يتنافس في تلك الانتخابات نحو 32 حزبا بحسب اللائحة التي أعلنتها السلطات المغربية، ويحق التصويت لنحو 17,983,490 مغربيا. بحسب الدستور المغربي فإن الانتخابات التشريعية لا تجدد فقط مجلس النواب، بل على ضوء نتائجها يتم تشكيل الحكومة المقبلة، حيث يعين العاهل المغربي رئيس الحكومة الجديد من الحزب السياسي الذي يتصدر نتائج الانتخابات. وفي هذا الإطار يكلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة المعين بإعداد لائحة تضم مقترحات بشأن الأسماء التي يرى فيها القدرة على شغل المناصب الوزارية. وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية للانتخابات التشريعية المغربية، تأتي تلك الانتخابات في سياق اعتماد المملكة المغربية لنظام جديد لحساب توزيع المقاعد، وهو نظام يعتمد حساب توزيع المقاعد بناء على عدد الأصوات وليس التمثيل النسبي كما كان في السابق. تنقسم المقاعد لجزئين، الأول يشمل 305 مقاعد حيث يتم انتخاب المرشحين على مستوى الدوائر المحلية، وهي مساحات جغرافية صغيرة. في المقابل يتم تخصيص 90 مقعدا للوائح انتخابية يتم التنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12، على أن تتوزع هذه المقاعد تبعا لمساحة الجهات وكثافتها السكانية. بذلك النمط الانتخابي يكون إجمالي المقاعد 395 مقعدا، والتي ستحدد بمقتضاها الملامح السياسية والخططية لشأن العام المغربي خلال السنوات المقبلة. كما ستتشكل بعد تلك الخطوة خارطة للأحزاب السياسية وفقا لحظوظها في الفوز بالمقاعد في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي. أكد المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمية جون دونفايس أن نحو 5 ملايين إثيوبي في شمال البلاد قد تضرروا من أزمة الغذاء التي سببتها النزاعات هناك. وشدد فايس على أن الوضع سوف يزداد تدهورا على نطاق واسع خلال الأسابيع المقبلة إذا لم يهدأ القتال. وأضاف أيضا أن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكن من الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدة، والتي تفاقمت بسبب العديد من نقاط التفتيش وتفجير الجسور الحيوية اللازمة لتوزيع المساعدات. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطر الإغلاق الحتمي للمئات من المراكز الطبية في أفغانستان، وذلك بسبب القيود على تعامل المانحين الغربيين مع حركة طالبان. هذا وقد أكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة ريك برينان لوكالة رويترز أن نحو 90% من المنشآت الطبية في أفغانستان، والتي يبلغ عددها 2300 منشأة، قد تغلق بدءا من هذا الأسبوع. وأشار إلى أن المنظمة تحاول التعويض عن النقص في الإمدادات من خلال تقديم المعدات الضرورية والتمويل ل 500 مركز طبي. دعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتوفير دعم إنساني عاجل لأفغانستان.
وأكد الاتحاد في بيان له أن نحو 18 مليون أفغاني، أي نصف عدد السكان، قد أصبحوا في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية، وذلك بسبب الصراع والجفاف والجائحة. وأضاف البيان أن عشرات الآلاف من الأسر تركت منازلها طلبا للغذاء والمأوى في مناطق الحظر، حيث يقيم البعض في مخيمات إغاثة دون طعام أو دخل. جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها لخليفتها المحتمل في منصب المستشارية أرمين لاشيت. وقالت ميركل في جلسة البرلمان الألماني باندستاغ إن اختيار من يحكم هذا البلد مسألة مهمة، محذرة في الوقت نفسه من تشكيل ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار. محاولات مستمرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإنقاذ مرشح معسكرها المحافظ أرمين لاشيت الغارق في الصعوبات بسبب تراجع شعبية الحزب قبل أقل من 3 أسابيع على اقتراع غير واضح المعالم. فخلال الجلسة العامة الأخيرة لنواب ألمانيا، شددت ميركل على أن أفضل سبيل لبلادها هو اختيار لاشيت كمستشار للبلاد، مؤكدة أن حكومته ستتميز بالاستقرار والموثوقية والاعتدال. محاولات ميركل المتكررة لوضع شعبيتها الراسخة في خدمة أرمين لاشيت جاءت بعد دعوات من شخصيات داخل معسكرها المحافظ بعد استطلاعات رأي كارثية تؤكد تراجع شعبية ائتلاف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا، الذي قد يمنى بهزيمة النقراء في الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر. لم تكتف المستشارة الألمانية التي قربت ولايتها الأخيرة على الانتهاء من دعم مرشح حزبها، بل هاجمت في الأسابيع الأخيرة المرشح الاجتماعي الديمقراطي متهمة إياه بمغازلة اليسار الراديكالي الذي رفض الاتحاد المسيحي الديمقراطي دائما التحاور معه، ولا سيما بسبب رغبته في إخراج ألمانيا من حلف شمال الأطلسي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وضع خطط لرفع الضرائب على العاملين وأرباب العمل وبعض المستثمرين في مسعى لإصلاح نظام الرعاية الصحية والاجتماعية. أكيد لا أريد أي زيادات ضريبية أخرى، لكننا نواجه حقيقة، وهي أن الوضع المالي قد تغير جذريا عن الوضع الذي كنا فيه في عام 2019. أعتقد أن الاقتصاد ينمو بقوة. أنا معجب جدا بفرص العمل التي يتم توفيرها والنمو الذي نشهده، ولكن علينا أن نتحلى بالعقلانية وعلينا أن نكون واقعيين، ولذا فإننا نتخذ الخطوات التي نحن عليها. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. بريطانيا تعلن تطعيم أكثر من 80% ممن هم فوق سن 16 بالكامل ضد كورونا. أعلنت السلطات الصحية البريطانية أن نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد فوق سن 16 عاما بلغت أكثر من 80% في المملكة المتحدة. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، فقد انتهت السلطات البريطانية من إعطاء 43,535,098 جرعة لقاح منذ بدء تطبيق التطعيم في نهاية العام الماضي. أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص تمويل إضافي يبلغ 5,400,000,000 جنيه استرليني لنظام الرعاية الصحية الرسمي في البلاد. وتأتي تلك الخطوة في محاولة لتغطية خطة علاج مصابي كورونا والتخفيف من قوائم الانتظار للعلاج من العديد من الأمراض. في محاولة لتغطية خطة علاج مصابي فيروس كورونا والتخفيف من قوائم الانتظار الطويلة للعلاج من العديد من الأمراض، أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص تمويل إضافي يبلغ 5,400,000,000 جنيه استرليني لدعم نظام الرعاية الصحية في البلاد. الحكومة البريطانية أوضحت أن 2,800,000,000 جنيه استرليني من التمويل الإضافي ستخصص لمواجهة فيروس كورونا
الصنع، في حين أن مليار جنيه استرليني أخرى ستذهب لمعالجة الحالات المتراكمة من جراء الأمراض الأخرى، خطوة اعتبرها رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة ساجد جاويد بأنها ستساعد البلاد في مواجهة الوباء. وبسبب التفشي الكبير للفيروس التاجي في بريطانيا، اضطرت السلطات للاستعانة بأطباء من تخصصات مختلفة، الأمر الذي أدى لتشكيل قوائم انتظار طويلة من المصابين بالأمراض الأخرى. من جهتها، توقعت وزارة الصحة زيادة قائمة الانتظار لعدد من العمليات الروتينية إلى 13 مليون شخص، ويأتي الإعلان عن تخصيص التمويل الإضافي في وقت تقترح فيه الحكومة أيضاً زيادة الضريبة على الأرباح للمساعدة في دفع تكاليف دور الرعاية لكبار المسنين الذين يتعين على العديد منهم حالياً تغطية هذه التكاليف بأنفسهم. خطوات كبيرة تقوم بها الحكومة البريطانية لمحاولة دعم المنظومة الصحية في البلاد للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا الذي أنهك العديد من الدول. تواصل الدولة جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، حيث تفقد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز بيبا ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. واستهل المحافظ زيارته بتفقد سير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية طحا، كما تفقد سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بجزيرة بيبا. طبعا احنا عندنا جولات مستمره ميدانيه للاطمئنان طبعا على معدلات التنفيذ، كل اسبوع بيبقى موجودين في قريه او اتنين علشان نطمن سواء في مركز نصر او بيبقى على معدلات التنفيذ، والحمد لله ندعي انها الحمد لله متميزه جدا عندنا في محافظه بني سويف. خلينا نقول بس ان النهارده احنا كنا بنزور عدد من المدارس ونقدر نقول مركز او مجمع الخدمات، اضافه طبعا الى مشاريع الصرف الصحي. احنا بنتكلم في مدينة بيبا بس أو في مركز بيبا على 3 مليار جنيه كمشروعات صرف صحي. بنتكلم احنا النهاردة شفنا مباني بتتعمل جوه 3 مدارس بعد ما كانت كثافات الطلاب بتوصل ل 96 طالب، هتوصل إن شاء الله 34 طالب وعلى فترة واحدة. قام منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسوان ومنسق حياة كريمة بمركز إدفو وعدد من رؤساء القرى والتنفيذيين بزيارة من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز إدفو، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لأنشطة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث بدأت الزيارة بقرية الطناب لمدرسة السراج حيث جاري العمل بأعمال الإحلال الكلي للمدرسة، كما تم تفقد أعمال شبكات الصرف الصحي ومكتب البريد بالقرية التي تم الانتهاء من تطويرها وتم العمل بها. تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعمالها في محافظة الشرقية. بالفعل، حيث تم عمل قافلة طبية للعيون بعنوان عينك في عينيا لمكافحة العمى، وذلك بقرية منشأة بشارة بمركز الحسينية من قبل مؤسسة صناع الخير ومؤسسة حياة كريمة بالشرقية، حيث قدمت المؤسسة الخدمة لعدد 520 مواطنا وتم تحويل العمليات 105 عملية، كما تم أيضا صرف 215 نظارة مجانا. صندوق تحيا مصر اللي انا بتكلم عليه ده، قلت انا عايز فيه 100 مليار جنيه تبرعات من المصريين. قالوا انت هتعمل بال 100 مليار جنيه؟ هو ده. تتواصل
وصل في قنا قوافل المساعدات الإنسانية المقدمة من صندوق تحيا مصر في ضوء الاستراتيجية التي يتبناها الصندوق لدعم الأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية أبواب الخير. تشمل القوافل 36 ألف كرتونة محملة على 18 حاوية، حيث يبلغ زنة الكرتونة الواحدة 11 كيلوغرام من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 20 كرسي غسيل كلوي و20 سريرا طبيا سيتم توزيعها على عدد من المستشفيات بالتنسيق مع مديرية الصحة من خلال مبادرة كلنا جنبك. النهاردة احنا على موعد مع القافلة الأكبر على مستوى الصعيد. الحقيقة نصيب محافظة إنا من قافلة أبواب الخير بلغ 36 ألف عبوة غذائية، تحتوي كل كرتونة على مواد غذائية 11 كيلو، وده برضو يعني عدد من الكيلوغرامات مناسب جدا لأهالينا. الحقيقة في 2 سيارة بتحمل معدات طبية عبارة عن كراسي لمرضى الفشل الكلوي. القافلة يعني تم الإعداد لها من خلال جمعيات وكيانات اجتماعية كبيرة من 18 جمعية بتتعامل مع الوزارة باستمرار. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين مسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي. وفي بيان لمجلس الوزراء وجه مدبولي الشكر لجميع المسؤولين بالجهات الحكومية، مؤكدا أنه يحرص على متابعة هذه التقارير المهمة شهريا. وخلال البيان أكد أنه تم التعامل مع 150 ألفا من الشكاوى وطلبات الاستغاثة. أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الضمور العضلي جعلت مصر من أوائل الدول في المنطقة لتوفير علاج ضمور العضلات بالمجان. وخلال توقيع بروتوكول تعاون مع شركة بايوجين لتوفير العلاج للأطفال المصابين فوق سن العامين، ثمنت وزيرة الصحة التعاون بين مؤسسات الدولة ضمن المبادرة لصالح المريض المصري، كما وجه بالتوسع في مراكز علاج ومتابعة الضمور العضلي التابعين للوزارة ووزارة التعليم العالي لتسهيل فرص تلقي العلاج للأطفال على مستوى الجمهورية. كما وجهت أيضا بإلحاق استشاريين علاج طبيعي ضمن اللجنة العليا للتأهيل الحركي للأطفال بعد تلقي العلاج. افتتحت جامعة أسيوط أول عيادة من نوعها في جامعات الصعيد لخدمة موظفي الجامعة الذين يبلغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف. وبدوره قال رئيس الجامعة طارق الجمال إن العيادة تمثل أول فرع للتأمين الصحي بجامعة من جامعات صعيد مصر، وتضم جميع التخصصات الطبية ومجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات. النهاردة كان افتتاح عيادات التأمين الصحي للعاملين بجامعة أسيوط. في الحقيقة ده مثال للتعاون بين هيئة عامة التأمين الصحي مسلف في إدارة التأمين الصحي في أسيوط وجامعة أسيوط. جامعة أسيوط فيها عدد موظفين من أكبر الجامعات يكاد يقارب 30 ألف موظف، كانوا بيترددوا على العيادة المركزية بالتأمين الصحي، فكان بيمثل عبء إضافي على الموظفين أنه يروح لعيادة مركزية، وبيمثل عبء على العيادة المركزية أصلا لشدة الازدحام في العيادات المركزية للمترددين من محافظة أسيوط. كانت الفكرة أن احنا نعمل عيادات للتأمين الصحي للعاملين بالجامعة. تم افتتاح عدد من العيادات للتأمين الصحي للعاملين بالجامعة، وخدمة ليس فقط العاملين بالجامعة، للمرضى المحجوزين في المستشفيات اللي محتاجين يخلصوا حاجة إداريات من التأمين الصحي. العيادات دي زي ما حضراتكم شايفين وصورتوها حاجة مجهزة كويس جدا، هيبقى فيها كل يوم استشاريين وأخصائيين من مختلف التخصصات. أول عيادة تتفتح على مستوى الصعيد، وده بالتعاون مع السيد الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والحمد لله بالتعاون معاهم، ودي بتخدم 30 ألف موظف خاضعين للتأمين الصحي من موظفين الجامعة. ودول 30 ألف موظف دول كانوا مربوطين على العيادة المركزية، العيادة المركزية مربوط عليها 120 ألف، فال30 ألف دول هيخفوا الضغط عنها.
استقبلت منطقة أهرامات الجيزة عددا من وفود الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لدرجات المضمار التي تستضيفها مصر، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والأثار على الاستفادة من الفعاليات والبطولات التي تقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة. وضم الوفد اللاعبي كل من دول روسيا والسعودية ونيجيريا وفرنسا والجزائر والمكسيك. توجيهات رئاسية بتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية التابعة لوزارتي الزراعة والتعليم العالي لتشمل الاتجاهات العلمية المستجدة كالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتهدف تلك التوجيهات إلى توفير أفضل سيناريوهات للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع الزراعة. في خطوة لتطوير مراكز البحوث الزراعية لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية التابعة لوزارتي الزراعة والتعليم العالي لتشمل الاتجاهات العلمية المستجدة كالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. توجيهات رئاسية مستمرة بتطوير وتحديث المعاهد والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تطوير الأساليب لضمان التحسين المستمر للإنتاج النباتي والحيواني. ويضم مركز البحوث الزراعية 16 معهداً أحدثها معهد بحوث البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية، وعشرة معامل مركزية، وتسع عشرة محطة بحوث أحدثها محطة بحوث توشكا، فضلا عن 23 إدارة تجارب زراعية تغطي جميع محافظات الجمهورية، حيث تقوم مراكز البحوث بإجراء البحوث التطبيقية والأكاديمية المرتبطة بالإنتاج بهدف الارتقاء بالإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج ونقل التكنولوجيات الجديدة إلى حقول التطبيق. ومن أهم أدوار مراكز البحوث الزراعية تكثيف حملات التوعية للمزارعين مع اقتراب موسم الزراعات الشتوية، واختيار أفضل السبل والآليات الزراعية الحديثة لاستخدام أجود أنواع البذور، فضلاً عن التأكيد على فوائد وإيجابيات نظم الري الحديثة والذكية بما يساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج. والآن مشاهدينا مع جولتنا الاقتصادية مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما أيا الكفوري وأميمة تمم. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ينطلق غدا منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى بمشاركة شركاء التنمية تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة، ويستمر المنتدى لمدة يومين. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وزارة التعاون الدولي تطلق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى بمشاركة شركاء التنمية ومؤسسات دولية كبرى تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة يومي 8 و9 من سبتمبر لتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة ومن أجل دعم أجندة التنمية المستدامة 2030 وحشد الجهود الدولية لمواجهة تحديات جائحة كورونا ومخاطر التغيرات المناخية. استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للمناخ سلوان هارت بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء في مجال خفض الانبعاثات. وأوضح وزير الكهرباء أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات. بهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
تواصل الحكومة جهودها لتدعيم شبكة نقل الكهرباء على كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاستكمال البنية التحتية لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء لتوفير وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات. وفي هذا الإطار أوضحت وزارة الكهرباء توقيع عقد لتنفيذ 3 محطات محولات بسيناء لتصل التكلفة الإجمالية للعقد حوالي 1,150,000,000 جنيه. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات جلسة التداولات على ارتفاع جماعي للمرة الأولى منذ تطبيق نظام جلسة المزاد بسعر الإغلاق. وارتفع رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.430 مليار جنيه. نتحول إلى المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 23% ليغلق عند مستوى 11089 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 22% ليغلق عند مستوى 2836 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3825 نقطة. سجلت صادرات الصين نموا بوتيرة أسرع من المتوقع بأغسطس بفضل طلب عالمي قوي. وأظهرت بيانات الجمارك أن الشحنات من أكبر دولة مصدرة بالعالم ارتفعت 25.6% بأغسطس على أساس سنوي من 19% و3% بيوليو، مما يشير إلى صمود القطاع الصناعي بالصين. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى آية أميمة، إليكما. شكرا لك رغد. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن خسائر الولايات المتحدة الأمريكية جراء التغيرات المناخية عميقة. جاء ذلك خلال لقائه مع حاكم ولاية نيوجيرسي بمركز التدريب على إدارة الطوارئ على هامش زيارته للولايات المتضررة من الفيضانات. وقال بايدن أنه يجب التعامل مع التهديد الناجم عن حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات وغيرها من الأحوال الجوية القاسية بطرق تقلل من الآثار المدمرة لتغير المناخ. والآن مشاهدينا الكرام، هذا موعدنا مع أخبار الرياضة، نعود فيها مرة أخرى إلى رغد أبو ليلى. شكرا لكما. إلى الأخبار الرياضية محليا وأيضا عالميا. مرحبا بكم من جديد. توج عمر عصر ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة رجال بعد تغلبه على النيجيري قدري أرونا. وتغلب عمر عصر على منافسه النيجيري بنتيجة 4 أشواط مقابل شوط وحيد. كما توجت مريم الحضيبي بلقب السيدات بعد تغلبها على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط مقابل 3. قرر اتحاد الكرة استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر. كما تقرر إقامة مباراتي دور 16 لكأس مصر الأهلي مع إنفي وسموحة مع بيراميدز يوم 25 سبتمبر. هذا وستقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر، والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت في اليوم التالي، على أن تكون مباراة النهائي في 19 من الشهر نفسه. أعلن نادي الزمالك إتمام تعاقده مع مدافع فريق أسوان محمود شبانة بشكل رسمي. وأعلن الفارس الأبيض انضمام شبانة لمدة 3 مواسم قادمة، وانضم اللاعب صاحب 26 عاما إلى أسوان قادما من نادي زد بعدما لعب في صفوف أنبي وباتوجات والأسيوطي قبل تغيير مسمى إلى بيراميدز. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد مباراتي المنتخب الوطني مع شقيقه الليبي بالجولتين 3 و4
لتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. وحدد كاف إقامة المباراتي يومي 9 و12 من أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية على ملعب المنتخب الليبي. قال فيفا إنه بعد تحليل التقارير الرسمية للمباراة، يؤكد الاتحاد الدولي بدء إجراءات انضباطية متعلقة بالاتحادين، وأضاف أنه تم التحقيق مع الفريقين من أجل معلومات إضافية في الوقائع التي أدت لإيقاف المباراة، وستجمع البيانات وستراجع بواسطة لجنة الانضباط بفيفا. نهاية الأخبار الرياضية، عودة مرة أخرى إلى آية وأميمة. شكرا لك رغدة. أقام فريق قوات الفلك في عموم العراق مخيما في موقع قديم بالعراق لمشاهدة الكواكب وحركة النجوم. هذا وقد تأسس هذا الفريق في عام 2020 على الإنترنت، عندما بدأ هواة فلك بالعراق من خلفيات مهنية مختلفة تماما للتجمع عبر الفضاء الإلكتروني وتبادل المعلومات والمعرفة بخصوص أفضل طرق مشاهدة النجوم. في موقع أور القديم ببلاد ما بين النهرين، يتولى عالم الفلك العراقي الهاوي محمد عقيل تركيب تلسكوبه بحرص قبل ليلة من مراقبة سماء جنوب العراق. وعقيل عضو فيما يسمى فريق قوات الفلك في عموم العراق، وهو فريق من الهواة، ويمضي نهاره في عمله حيث يعمل في قطاع النفط والغاز، بينما يمضي الليل وهو يتابع الكواكب وحركة النجوم. التجمع بدأ من خلال الفيسبوك. زين، اول شيء يعني بالواقع الافتراضي خلينا نقول بدينا نتعرف على بعض، صارت فرق بكل المحافظات، بدينا نجمع اكبر عدد ممكن من يحبون هذه الهوايه، ومن بعدها انه بدينا ننطلق للواقع على الارض، يعني مثل ما تقول مو بس فقط بالفيسبوك ومنشورات وهذه، لا، انطلقنا للمخيمات، بدينا نسوي محاضرات وغيرها، وهكذا يعني ان شاء الله تطورنا اكثر بهواي. وقد تأسس هذا الفريق في عام 2020 على الإنترنت، عندما بدأ هواة فلك بالعراق من خلفيات مهنية مختلفة تماما في التجمع عبر الفضاء الإلكتروني وتبادل المعلومات والمعرفة بخصوص أفضل طرق مشاهدة النجوم، وعن إحساسها أو انطباعها بعد مشاهدة ظواهر فلكية لأول مرة في حياتها. قالت شكران حسون، وهي فلكية هاوية وطالبة عمرها 16 عاما، إن مشاهدة الأجرام السماوية تجعل الإنسان يشعر بقيمة الكون. والله انطباع كلش حلو، شيء جديد علي، اول مره اشوفه، وشيء يعني كلش على الانسان اللي ما شايف قبل، فراح يصير شيء جديد عليه، وراح يكون يخلي الانسان يحس بقيمه الكون بالنسبه للانسان، فراح يحس انه هو شيء قليل، فلازم يتعلم اكثر، يهوى اكثر، فراح يتعمق بالمجال ويروح يعني يستفسر يبحث. وكان علماء الفلك البابليون القدماء في بلاد ما بين النهرين القديمة متقدمين على عصرهم، يستخدمون تقنيات هندسية متطورة تعد حتى الآن إنجازا بالنسبة لعلماء أوروبا في العصور الوسطى. والآن مشاهدينا نتعرف على أحوال الطقس. إذن فهذه عودة مرة أخرى إلى رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما آية الكفوري وأميمة تمام. إلى أحوال الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 35-25 الطقس حار، الإسكندرية 33-26، مطروح 30-25، بورسعيد 31-26، الإسماعيلية 35-24. ننتقل إلى السويس 35-26، العريش 31-22،
طابة 34-23، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 38-28. بالنسبة للأقصر 43-27، الطقس هناك شديد الحرارة. أسوان 44-28، الوادي الجديد 43-28، شلاتين 42-29، أخيرا حلايب 35-28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية. أما الآن فمع لقطة اليوم. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي جولتنا في نشرة التاسعة، والآن إلى العناوين. خلال تفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تسعى لامتلاك مقومات اقتصادية حقيقية. ووزير الخارجية يؤكد أن مصر لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع بروندي. الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن المسار الديمقراطي في بلاده سيتواصل وفق إرادة الشعب. نشرة التاسعة إذن انتهت، ولكن برنامج التاسعة يبدأ الآن مع الإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. ازيك يا عاملين إيه؟ أهلا. تمام. يمكن طبعا أهم خبر النهاردة موجود معنا هو تفقد سيادة الرئيس لمنطقة ميناء الإسكندرية. ويعني النهاردة ظهر بقوة أن مصر فعلا تمتلك مقومات اقتصادية حقيقية، ودعوة مرة أخرى للمستثمرين أن هم يعني يستثمروا داخل مصر. ودايما كمان في نقطة كمان أشار إليها سيادة الرئيس، هو عدم دخول أي بضائع أوروبية إلا ذات جودة عالية، وده في محاولة لضبط الأسواق وضبط المنتجات والسلع اللي بتقدم للمواطن. ده صحيح. يمكن احنا النهارده هيبقى في عندنا جانب كبير جدا من مناقشتنا على الموضوع ده، مش بس في تعليق او مناقشه على جوله الرئيس النهارده الصبح، لكن كمان في فقرتنا الاخيره هنتكلم اكتر على مساله الاقتصاد الرقمي لو صح الكلام. جزء من اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي ده هي مساله المواصفات، دي حاجه مهمه خالص. هي المساله مش بس ضبط السوق، هي المساله انه اكيد المستهلك والمواطن المصري يستحق بضاعة عليها القيمة. يعني مش مفهوم تحت أي ظرف من الظروف إنه بعض المستوردين، مش هقولك كل المستوردين، ياخدوا بعضهم ويروحوا يشتروا بضاعة بالتعبير المصري يعني ركش، جاية من أقاصي الأرض مشارقها كانت أو مغاربها، وهي دي اللي انت بتستوردها وتجبرني أستهلكها أو أستخدمها، في حين ان انت في عندك من نفس المنتج ده الفئه A و B و C و D، فانت تروح تجيب زد ليه؟ يقول لك ايه، ما هو على قد فلوس المصريين. كذاب. ليه؟ لان انت بتجيبها بفلوس قليله جدا وبتكسب فيها احيانا ما يصل الى 1000%.
مش هزار 1000% في بعض الأمور. طب أنت بتضحك علينا ليه؟ يا حبيبي ما أنت ممكن أنا أشتري منك بنفس السعر ده، فلنفترض 10 جنيه، بس لو أنت عندك ضمير هدفع العشرة جنيه بس ما تكسبش 1000%، اكسب 100%، 200%، 300%، 1000. ده إيه ده؟ مسألة جشع يعني طبعا، واستغلال سيء للسوق ومفرط أيضا. صحيح. احنا يعني هنسيبك تبتدي حلقتك النهارده، لان احنا سامعين في عندك موضوعات كتير وحلقه دسمه جدا ان شاء الله، وهننضم للمشاهدين الكرام وبندعوهم لمتابعه الاعلامي يوسف الحسيني في حلقه اليوم من برنامج التاسعه. يا ربي يخليك يا وهيب، دايما مصفاني والله. شكرا يا ايه، شكرا ليكم، شكرا لكل صناع التاسعه، ونستاذنكم نبدا فقرتنا.